السنة هذه الظروف ديال التصوير الحمد لله بعدا دازت ظروف جيدة جدا كونتريرمون لي زاني بريسيدون او لي سيزون اللي كانوا دازو العام اللي فات هو انه ما بقيناش مركزين غير على بلاصة واحدة ديال التصوير يعني بحكم القصة كيفاش مكتوبة دزنا من واحد المكان اللي كنا في البادية وقدرنا نخرجوا لبلايص اخرى اللي كنا شفنا فيهم الكمالة ديال القصة وهذا الشيء اللي الحمد لله خلى هذا العام هذا تكون شويه ديال لا ديفيرونس ما بين لا سيزون ديال هذا العام ولي زوتر سيزون اللي دازو الحمد لله دازت في واحد الاجواء مزيانه وحتى كانه كاين بزاف ديال الطرائف اللي كانوا تراونا في لي تورناج كان كلشي الحمد لله كلشي كان فرحان والمسائل دازت مزيانه هذا الشيء اللي نقدر نقول لك هذا الموسم هذا كونتريرمون المواسم اللي دازت قبل كاين فيه دو فوتون يعني كاين فيه استرسال كاين عندنا قصه عندنا تقريبا ثلث ديال الحلقات ديال تيدوزو متسلسلين وهذا واحد العمل اللي هو جديد وفريمون حصل لي الشرف بانه نكون من الاولين اللي بداو هذا العمل هذا مع سي حسن لانه ماشي سهل لانه ولي ما بقيناش في واحد نقولوا بحال سكتشات او قصص قصيره اللي تدوز في حلقه ولينا في واحد العمل اللي فيه استرسال وهذا العمل هذا خصو ولا فيه اي لو درام اي لا كوميدي وهذا ليكزيرس هذا ماشي سهل لانه صعيب بزاف علاش لي باسكو عندنا واحد الوقت اللي هو قصير 5 دقائق اللي خصنا نتبعوا فيه قصه دراميه وميم طو يكون فيها لا كوميدي دونك هذه هي الخصوصيه ديال هذا العام ديال اللي تميزت بها هذا العام هذا كان عندي واحد الشرف كبير انه اشتغلت مع حسن الفد العملاق في الكوميديا دونك الحمد لله في بداية الامر كنا اشتغلنا في ليمات الواد ديال التورناج بدا يدوز واحد لوفينيك بيناتنا وكان واحد العمل يعني متكامل بيني وبينه تعرفوا بانه حسن الفد تيحرص على الاداره الفنيه يعني تتبع العمل من بداية الامر حتى الخروج ديالو في الشاشه وهذا هو الشيء اللي تيميز حسن الفد يعني لانه كوميديا ماشي شي حاجه اللي هي سهله كوميديا اللي نقدروا نمثلوها بحال لو ميكانيزم ديال المكانه اولا ديال الساعه يعني كل شيء تيكون متلاصق مع بعضياته الا سنه زلقات على سنه تيقدر يكون العمل ما ناجحش والحمد لله هذا الشيء هذا ديال يعني شنو بغيت نقول السي حسن تبع المسائل ديالو من الاول حتى الخروج ديال الحلقات في سميتو يعني تنبداو يعني حتى الاخر لحظه في المونتاج اولا ملي تنبغيو نديرو الصوت اولا ملي تنديرو شي حاجه كاين حاضر معنا حتى تخرج الحلقه في الشاشه كاينه واحد الطريفه اللي كانت طرتنا في التورناج هو ديال الحلقه الاولى ديال لو بورتري اللي الحمد لله لقات واحد النجاح كبير السيده اللي مصوره في هذا السيده اللي هي اللي هما اللي مالين المكان ديال اللي تنصوروا فيه وبيان سور خدينا لوتوريزيسيون ديالها باش نقولوا لها واش نقدروا نحطوا التصويره ديالك وخصوصا في لو تيكست نقولوا بان راه ماتت وبقى فيها غير الكادر يعني السيده مسكينه جالسه معنا في التورناج وتتسمع داك الشيء ولادها جالسين قدامها وكل شيء واخا كاين هذا الشيء ديال الموت وهذاك الشيء كل شيء كان تيضحك كان واحد الاجواء اللي كانت دازت في شي شكل في هذيك الوقيته اللي تنهضروا عليها هي مسكينه هي راه حيه كاينه معنا وتتسمع راسها راه هي ميته وما بقى فيها غير الكادر الفرق ما بين العمل الدرامي والعمل الكوميدي سكو العمل الدرامي كاين فيه واحد الوقت اللي تيقدر اللي تيكون عندنا اللي تنقدروا نطرقوا فيه للقصه ونتبعوا الاشخاص ديالها ونعيشوا بالتالي هذيك القصه ونتاثروا بها معروف علينا حنا المغاربه تنتاثروا بزاف وانسانيين دونك في ساعه تنقدروا نمشيو مع هذيك القصه كونتريرمون للعمل الكوميدي اللي هو صعيب خاصك تضحك الناس وصعيب باش يضحكوا الناس سي با ايفيدون سورتو المغاربه المجتمع عايشين في واحد المجتمع اللي هو كل شيء غادي فيه بزاف يعني الا قدرنا الا كسبنا واحد الفكره اليوم وضحكنا عليها غدا الا عاودناها ما غادي نضحكوش عليها وهذا الشيء اللي صعيب في العمل الكوميدي يعني خاص ديما تكون واحد لا ريشيرش ديما نكونوا نقلبوا على شي حوايج جداد اللي غادي نفاجئوا بهم الجمهور واللي غيتفائل مع هذا الشيء هذا وغادي بالتالي غادي يضحك الوغ من حق المشاهد المغربي انه ينتقد مزيان ينتقد غير
هو كاين جوج انواع ديال الانتقادات اللي تيكونوا. يقدر يكون انتقاد اللي تيكون بناء ومزيان في صالح العمل هادشي هذا باش يزيد العمل يكون مزيان وتكون بزاف ديال المشاهده والناس يعجبهم. وكاين الانتقاد اللي تيكون شويه سي اون بو دير مجاني، سورتو العباره ديال الحموديه اللي ولينا تسمعوها بزاف، اللي نبغي نقول بان لهاد الناس هادو خاص اوليو دو يكون هادشي هذا غراتوي تكون واحد يكون واحد نقاش على ويتبعوا العمل من الاول، ماشي غير يسمعوا بانه حامض ويقولوا بانه حامض، يتبعوا من الاول ويشوفوا شنو فين كاين الخلل. ومادابينا تكون واحد الملاقيه ما بين الناس الصناع ديال هاد الاعمال والمتلقي المغربي باش نحاولوا نيفيتيو هاد المسائل هذه. الحموديه كما تنقولوا راه ما مقتصرش على المغرب، راه كاين اعمال اللي تتكون عالميه وتيقدروا يقولوا الناس بانه حامضه. دونك في نظري انا خصنا نرجعوا لديك القضيه ديال يكون واحد الحوار، يقدر يكون ماشي زعما سي با امبوسيبل، باش نعرفوا شنو فين تيكون الخلل باش بور ايفيتي جوستومون بور لي بروشان لي بروجي او هذا ما يكونش هاد المسائل هذه، ويكون الجمهور المغربي راضي على العمل 100%. وما تنساوش تابوناو معنا في لاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.